هاي. طلق التشير ليدنج بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1898 مع جوزيف كامبل يلي أسس أول فريق تشجيع سماه يل تيم لفريق كرة القدم بجامعة مينيسوتا باثنين تشرين الثاني من سنتها، ومع بدايته كانت تشير ليدنج محصور على الذكور واستمر هيك ل 1920 لما بدأوا النساء بالانضمام لفرق التشجيع وصاروا اليوم بشكل نسبة 90% من المشجعين. عدد كبير للمشاهير للرجال كانوا مشجعين مثل مايكل دوغلاس، ستيف مارتن، سامويل إل جاكسون وجيمي ستيوارت، ومن المشجعات النساء المعروفين مايلي سايرس، كاميرون دياز، مادونا، ساندرا بولوك، ميغان فوكس، لينزي ملوهن وميريل ستريب. مين قال انه يلي بيجمع بين جورج دبليو بوش، دوايت ايزنهاور وفرانكلين روزفلت غير انهم رؤساء جمهورية سابقين هو انه كانوا تشير ليدرز كمان؟ انا قال بشوفكم بكره.